بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. وضيفنا شارحا لهذه الدروس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، نسأل الحقيقة في باب آداب الإفطار والسحور، من جهة الناس يا شيخ داخل البيوت لا يشاهدون الشمس وكذلك المؤذن، ألا ترون فضيلة الشيخ بأنه ينبغي يعني التأني قليل قبل الإفطار وحتى يجزم بغروب الشمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كان يشاهد غروب الشمس فإنه يفطر عليها، وكذلك المؤذن لأنه مؤتمن ينبغي أن يراقب غروب الشمس ثم يؤذنون عند ذلك. فإذا لم يرى غروب الشمس كونه في داخل المباني أو داخل المسجد، فإن هناك التوقيت المعتبر والمعتمد عند الحكومة وعند المسلمين في هذه البلاد، فيعتمدون على الحساب المسجل عندهم في التقويم اليومي، لأنه علامة على الغروب وقد جرب ولم يدرك عليه خطأ والحمد لله، فيعمل به. أولا غروب الشمس إذا أمكن، ثانيا التقيد بالتوقيت، ولا يؤخرون يقولون هذا من باب الاحتياط أو يشككون في هذا التوقيت المعتمد الذي عليه عمل المسلمين في هذه البلاد. نعم. فضيلة الشيخ، لما خص التمر بهذه المزية؟ ذكرنا هذا لأنه من أحسن الحلوى، ليس مصنعا وإنما هو خلقه الله سبحانه وتعالى هكذا، ففيه خاصية في حلوائه أنه على أصله وعلى خلقته، لم تدخله الصناعة والتغيير تصرف الناس. نعم. بعض الناس يا شيخ صالح عندهم الجلى والكريمات المصنوعة يضعونها للإفطار، هل تقوم مقام التمر؟ إذا لم يوجد التمر يفطرون على أي شيء من الطعام، ولكن إذا وجد التمر فهو السنة، لأنه أحسن من غيره ولا يقوم غيره مقامه في الفضيلة وفي المنفعة. نعم. شيخ، الحمد لله الأنعام كثيرة، الذين يعددون الأصناف يعني عند الإفطار الحارة والباردة، بعد ذلك تفوتهم صلاة المغرب. هذا خطأ، صلاة المغرب لا بد من حضورها، فعليهم أنهم يفطرون بما يسر الله من تمر وماء، ثم يذهبون إلى صلاتهم ثم يرجعون إلى أكلهم. فأما أنهم يجلسون وينوعون المآكل ويتركون صلاة المغرب، هذا خطأ عظيم، لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة في المساجد واجبة شعيرة لا تترك. الإفطار لا يفوت، إذا رجعوا صلوا ورجعوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما، ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ، قرأنا في الأحاديث يعني بركة السحور وكذلك بركة الإفطار، لماذا يعني خص السحور الشيخ صالح؟ لأنه يعين على طاعة الله عز وجل، يعين على الصيام، فهو غداء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا فإن في السحور بركة. فلما كان هذا الأكل يقصد به الاستعانة على طاعة الله، كان فيه أجر وفيه خير وفيه بركة. نعم.
شيخ، يعني في وقتنا الحاضر يمكن كثير من الناس وخصوصا من يذهبون في الاستراحات في الليالي يتسحرون قبل الفجر، يعني مثلا الساعة الثانية ثم ينامون، هل يكونون هؤلاء قد أدركوا بركة السحور؟ هؤلاء خالفوا السنة كما نبهنا على ذلك في حلقة سابقة. يعني السحور يؤخر قبل طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر وهذا أفضل، فهم يفوتون هذه السنة. وأعظم من ذلك كما ذكرنا فيما سبق أنهم قد تفوتهم صلاة الفجر مع الجماعة فينامون عنها. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على ما بينتم وأجبتم للإخوة والأخوات في أسئلتهم في هذا الباب العظيم، باب آداب الإفطار والسحور. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي رافقني في تسجيل هذه الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.